هذا الدستور جاء بكثير من النقاط الإيجابية، ومن بينها نقدر أننا نسمي هذا الدستور دستور الحريات بامتياز. الإيجابية من دسترة المجتمع المدني، من إعطاء الحريات، من دسترة المجتمع للشباب وإعطاء أولويات، من إعطاء رقابة أكثر للمنتخبين المحليين والمنتخبين الوطنيين، من دسترة يعني وتقوية الرقابة على المؤسسات سواء كانت المنتخبة أو الحكومية. يعني كل هذه النقاط الإيجابية التي جاء بها الدستور أظن أنها كانت في وقتها وفي محلها. الدستور اللي نأمل إليه هو دستور الأغلبية، حاولنا أنه يكون دستور توافق، ونال التوافق لأكثر من 5000 بين جمعية وحزب سياسي وكيانات موجودة في المجتمع الجزائري، كل أدلى بدلوه وقال كلمته. خلاص اليوم قررنا نمشي إلى الشعب الجزائري اللي هو السيد.